أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب في الأسبوع الثاني من دروس اللغة العربية. في هذا الأسبوع عزيزي الطالب ستقوم بقراءة النص قراءة جهرية معبرة، أيضا معرفة أقسام الكلام ومعرفة مفهوم الحوار. قراءة نص على ظهر سمكة. أهمية القراءة عزيزي الطالب هي من الهوايات التي يفضلها شخصا، لأن عالم القراءة يدخلنا إلى بوابات كثيرة، فيجعل الإنسان يقرأ في مختلف الموضوعات التي تسمح لعقليته أن تتسع، ويرى ما لا يستطيع غيره أن يراه من خلال القراءة الدائمة. فنجد دائما محبي القراءة لديهم شخصية مستقلة، لأن القراءة تساعد في بناء شخصية الفرد وإعادة تشكيل أفكاره. يجب أن يكون هناك أيضا دعم كبير من والدين تجاه أبنائهم، وجعلهم يحبون القراءة ويقومون بشراء بعض الكتب لهم في بداية الأمر، وأن تكون كتب ليس عدد صفحاتها كثيرة حتى لا يمل الطفل منها. أيضا هناك أنواع القراءة في اللغة العربية. القراءة الصامتة. ما المقصود بالقراءة الصامتة؟ يعد هذا النوع من القراءة وهو من أهم أنواع القراءة، لأنه يساعد بشكل كبير على فهم المعلومات التي يقوم بقراءتها، لأنه يقوم بالتركيز على كل ما يقوم بقراءته، ويستطيع حل جميع الأسئلة التي يتم التساؤل عنها فيما بعد. كما أن تلك النوع من القراءة تجعل الجميع يقرأ بدون خجل، فيمكننا أن نقرأ بشكل صامت أولا، ثم ننتقل فيما بعد إلى القراءة الجهرية، لأننا سنكون قد قمنا بمعرفة كيفية نطق هذا النص جيدا. أما القراءة الجهرية عزيزي الطالب تعتبر هي القراءة بصوت عالي، أي أن يقوم الطالب بقراءة النص بأعلى صوت له، حتى يستطيع أن يصل صوته إلى المعلم أو إلى أصدقائه في الفصل. وهذا النوع من القراءة يشكل أهمية كبيرة في حياة الجميع، لأنه يمد الطالب بثقة كبيرة بكونه هو الشخص الأنسب في قراءة النص بدون أخطاء، وأن تتم اختياره هو خاصة عن غيره، وهذه الطريقة تجعله أكثر تفوقا في دراسته. أما قراءة الاستماع تعتبر تلك النوع من القراءة هو مترتب على أن يقوم طالب بالقراءة ويستمع إليه الآخرون وينظرون إلى النص ويقرأ بصمت، أي أن الثلاث أنواع من القراءة يمكن أن نقوم بهما معا في وقت واحد. أيضا في هذا الأسبوع عزيزي الطالب سنتعرف على أقسام الكلام. الكلام تنقسم إلى ثلاثة، وهو اسم وفعل وحرف، ولكل قسم منهما خصائص تميزه عن غيره. الاسم هو لفظ يدل على معنى بنفسه، وقد يكون شخصا أو جمادا أو أي مسمى يستدل عليه، وهو غير مرتبط بزمن معين. أما الفعل عزيزي الطالب فهو ما يدل على حدث مقترن بزمن معين. أما الحرف فهو تدل على معنى في غيره، أي أنها وحدها لا تؤدي أي معنى إلا إذا اتصلت بغيرها. أو للتعريف على أكثر على الأقسام الكلام، الاسم سبقت الإشارة أن الاسم هو كل لفظ يسمى به إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد. من الأمثلة على ذلك: ركب محمد الحصان، ركب محمد الحصان، يسطع النور في الغرفة. أيضا الفعل هو الفعل ما دل على معنى ندركه بالفعل وزمن حدث فيه هذا المعنى، والفعل يدل بنفسه على المعنى من غير حاجة إلى كلمات أخرى كي تسانده وتوضح معنى المعنى أو تبينه، وينقسم الفعل فعل ماضي وفعل مضارع وفعل أمر. أما الحرف هو ما دل على معنى إذا اتصل بغيره وليس له معنى وحده. والحروف أنواع في اللغة العربية، منها حروف جر ونصب وحروف جزم وغيرها. من أمثل على ذلك من الحروف عن وأن ولا. أيضا عزيزي الطالب في هذا الأسبوع سيكون معرفة مفهوم الحوار بأنها محادثة لفظية تتم بين شخصين أو أكثر، ويتم خلالها تبادل الأفكار والأراء وإجراء المناقشات والمشاورات وغيرها. ولا يشترط في الحوار أن يكون أطراف متشابهين في الأراء، فقد يختلفون فيه، ولكن بإمكانهم أن يتناقشوا ويستمتعوا لبعضهم البعض حتى يصلوا إلى نقطة مشتركة. أما أهمية الحوار هو إنشاء نقطة تواصل جيدة بين الأفراد وإدارة الاختلاف وتوجيهه بطريقة جيدة، وبالتالي فهو وسيلة للوصول إلى الذكاء والقوة المنسقة لمجموعة من الناس، عوضا عن تفرقهم، وهو وسيلة جيدة لإنشاء الأفكار والأراء والمشاعر. آداب الحوار عزيزي الطالب
التفكير أولا قبل الحديث، الاستماع جيد الجيد للمتحدث، التواضع والاحترام أثناء الحديث. شاكرة لكم أعزائي الطلاب حسن استماعكم وتعاونكم.